من الصعب أنك تعيش الأكثر من 20 سنة في الشارع، لا دار ولا عائلة. اسمي نادية، جيت لتشلف، صار مشاكل في دارنا، حاوزوني من الدار، حاوزوني مطلبة من الدار. معاناة من نظرة الناس وقساوة الحياة. خطرنا قلت في جنينة، خطرنا نلقى سقف تحتهم، نتخبى تحتهم، وشتا عليا، تفلج عليا، يجي دوكا حتى ظهري من قوة البرد اللي كنت عايشة فيه بزاف، حتى ظهري اللي هنا حكيت فيه شغل هذيك لا تدخل تاع دارنا هذيك شغل. ألم كبير تعيش هذه الأم هي وأطفالها في الشارع. السلام عليكم. كل هذا راح تشوفوه في عدد يوم الثلاثاء. كونوا في الموعد.